يستمر فيروس كورونا الذي نشر الذعر في العديد من البلدان، لا سيما مع إعلان منظمة الصحة العالمية حال الطوارئ في حصد الأرواح. فقد أعلن التلفزيون الرسمي بالصين أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة في إقليم هوبي وسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من شباط. إلى ذلك سجلت الثلاثاء أول وفاة مرتبطة بالفيروس في هونغ كونغ والثانية خارج بر الصين الرئيسي. قتل شخص وأصيب خمسة آخرون في إطلاق نار وقع على متن حافلة كانت متجهة من مدينة لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو التابعتين لولاية كاليفورنيا. وقال شرطي الولاية المشتبه به ترجل من الحافلة التي كانت تقل 40 راكبا من تلقاء نفسه من دون أن يبدي أي مقاومة، وأنه حاليا رهن الاعتقال.